التعليم يكون عندنا من التعليم بجودة للجميع، يكون بحال التعليم في البيبليك، يكون بحال المدينة التقليدية. صحيح. هذا ديالنا. أنا قررت لكم مع الهاشتاغ إذا كان هاشتاغ معقلا. قررت لكم معاه إذا كان كيطالب بخفض أسعار، كيطالب إعادة هيكلة المنظومة الصحية، كيطالب بخلق مناصب الشغل للشباب المعطلين. نكون معاه باش ما نكونش معاه. إذا ما كنتش معاك وأنا إنسان ماشي بعقلي. ولكن هاشتاغ مرغوب في إرحب، واش هذا هاشتاغ أنا ماشي معاك؟ هاشتاغ كيهدد السلم الاجتماعي ديالنا؟ السيادة الوطنية؟ ما يمكنش، أنا ما يمكنليش أنا واحد ما بين ما عليه فاق من النعاس ورجعوه أمين عام، ها كيبكي كيبكي كيبكي، ما قدرش أنه يستسلم وأنه يعرف أنه انهزم. أو أنه كان فاشل لمدة 10 سنين اللي كان كيقود الحكومة السابقة. الناس ما قدروش يتقبلوها، وكانت المتمنيات ديالهم ونزلوا الوزن ديالهم الكبير في الحسينة ومكناس. حنا القيادين ديالنا مشاو الحسينة ومكناس ساندوا المرشحين ديالنا، بس ما مشيناش معاهم. حيت حنا حزب منظم، حزب مبني على أسس، حزب شباب، حزب كفاءات. هادشي ماشي شعارات خالية. بصح عندنا كفاءات دولية، وأول مرة عندنا حكومة اللي كتقلد في مناصب عليا ووزارات حساسة نساء. واش كتصرفتهم قدر أنهم يعملوا الشجاعة من وزيرة المالية امرأة؟ ما كنظنش. اللي نقدر نقول لكم هو أننا كحزب التجمع الوطني للأحرار ما جالسينش خدامين الليل والنهار بمعنى الكلمة، كنحاولوا ما أمكن أننا نكونوا خط المسؤولية، أننا نمثلكم أحسن تمثيل. كاين اللي كيقول يمكن حنا الشباب، أنا كنقول لكم مثلا أنا خلال المواكبة ديالي للحريق هذه 15 يوم وأنا في الميدان، كاين بزاف كيقول لك تصريحات عالية شكرا كنتي في الميدان. هذا راه واجبي ماشي واجبي البرلماني، هذا راه واجبي الإنساني، حيت أنا إنسان قلنا نكون برلماني. واللي كينتقدو كيقول لك الفكري سلفيات مع العافية، واش الإنسان طبيعي صغار درجة الحرارة غيشوف بطريق وصعوبة الطريق في العالم القرار وانتوما عارفينها، ومن خلال هذا كنحيي الناس العالم القرار وكنحييهم عالية وكنحيي الشباب.